دايما بنتكلم ان دور طبيب الاطفال مهم جدا، خصوصا في اول زياره، لان هو الطبيب اللي بيفحص الطفل من الالف الى الياء. لو في اي مشكله بيقدر يوجه الاسره ان هو يسوي اكتر حاجه بنشوفها اللي هي مشكله خلع مفصل الفخذ. خلع مفصل الفخذ من الاشياء اللي لازم اي طبيب اطفال بيفحص الطفل لاول مره لازم يفحص الفخذ، تمام؟ الطبيب اللي ما يفتحش البامبرز وقت فحص الطفل ما ينفعش.